بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني أخواتي أحبتي في الله، نحن على وشك أن نستمع لأذان العشاء من المسجد الأقصى المبارك. بارك الله فيكم ولكم وعليكم وأكرمكم وحبتكم وهداكم ووفقكم لما يحب ويرضى. كونوا معنا يرحمنا ويرحمكم الله. اشهد
وعليكم السلام ودائما وابدا وعدلا ويقينا لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا اله الا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. Oh.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.